كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحسر يتحسر، يضرب كف على كف متأوها ومتألما ومستنكرا وغاضبا، يقول تقطع يد الرجل في بيضة، في بيضة تقطع يد الرجل من أجل حبل حتة ليف، تقطع يد الرجل ليه؟ مش هو سارق؟ في بيضة، في بيضة، في حبل، في حبل. يعني يا رسول الله ده عشان يلفت نظرنا إن القضية قضية مبدأ، من يسرق الدينار سيسرق المليار. عمر مرضيش يشم المسك، أبو بكر كله خبور بتاع كل اللي في بطنه. إيه يا عم ده؟ إيه يا عم ده؟ أيوة العملية عملية مبدأ، إنما الاستدراج ده شيء صعب يا أخوانا، شيء صعب. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول كنا ندع 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في عشر حرام. ليه؟ سيدنا النبي يقول لك إيه؟ من اشترى ثوبا من حرام وبدأ يعبد الله به وهو لابس كده يصلي ويروح يحج ويعمل ويسوي كل الخير، لن يقبل الله منه عملا 40 يوما. ايه ده الدلبية فيها بس جنيه حرام ولا 10 جنيه ولا 9 أعشار الحلال نتركها مخافة الوقوع في عشر حرام. ايوه يا اخي رب متخوض في مال الله يا رسول. حتى اخوانا اللي بيحجوا التأشيرات اللي انت عارفها دي مجاملات واللي 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 هيجعل ما فيش فرز هناك، لا في فرز. إن الله نظيف يحب النظافة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. لبيك اللهم لبيك، يطيل السفر أشعس أغبر، زاده حرام، نفقته حرام، دابته حرام، غزي بالحرام وجاء يقبل على الله، لبيك اللهم لبيك، تتلقاه الملائكة لا لبيك ولا سعدايك، لا لبيك ولا سعدايك، ارجع وأنت مأزور غير مأجور. إنما لما تبقى العملية حلال والرفقة طيبة وربنا مبارك لبيك اللهم لبيك، الملائكة تهش وتبتسم له، لبيك لبيك والخير كله ملك يديك، زادك حلال ونفقتك حلال ودابتك من حلال وغزيت بالحلال، سعيك مشكور وذنبك مغفور وحجك مبرور، فأبشر يا عبد الله. في فرز هناك، في فرز هناك، لازم كل حاجة لازم يكون فيها فرز يا اخوان. ده ابليس لما بيوزع اعوانه والشياطين وعياله يجوا لا يجروا، ده فيها فلان عمال يصلي باستمرار وبيتعبد ربنا وما بيسيبش المصحف من ايده وشغل ركيع وسجود وذكر وسبح، يقول لهم انظروا الى طعامه ان كان مطعمه من سوء دعوه فقد كفاكم نفسه. يا الله ايه ده؟ ايوه راجل يا اخواننا الدنيا خربانه، اقسم بالله وانا على منبر رسول الله في ناس اصحاب وجاهه في المجتمع بيصلي في الصف الأول ولا يعطي البنات حقهن الذي افترضه الله لهن. أعرف بعض إخواننا وزملائنا بعض المشايخ الذين يعلمون الناس علم المواريث، أخته تصرخ وتضيق بأن الشيخ أكل حقها ومنعها إرثها في أبيه. طيب يا أخوانا ما ينفعش، طب إحنا هنخدع مين؟ هنضحك على مين؟ ايه ده؟ ما ينفعش، الامر واضح، لا عذر اليوم يا اخواننا. ان اردنا النجاة لابد من عودة سريعة الى الايمان، لابد من التبرؤ من كل حرام ومن كل طريقة فيها شبه، لابد وان نعود الى الغربال. امال سيدنا عمر كان يصرخ ليه ويقول حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، كان بيقول لي الكلام ده خايف على الأمة، خايف على الأمة من هادم اللذات، ينام ما يقومش، يطلع ما يردش، يقعد ما يقومش. طيب يبقى الموت يأتي بغتة، تروح وانت رايح مكبل بذنوبك وأدرانك والحرام والدنيا اللي معاك دي كلها. لا والله، لا والله، الأمر صعب،
كان أحد أسيادنا بن المنكدر تقريبا كان يقول: لأن أدعى شبهة درهم من حرام أفضل عندي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف ومئة ألف. والقاعدة سيدنا النبي يقول: أيما جسد نبت من سحت من حرام فالنار أولى به، النار أولى به. اللهم إني بلغت، اللهم فشهد، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم ارزقنا القناعة في الغنى، اللهم صحح لنا أفهامنا، اللهم بيض لنا عقائدنا، اللهم فقهنا في ديننا، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعله جلاء لأبصارنا، فرجة لكروبنا. يا ربنا دلنا على من يدلنا عليك، اللهم أوصلنا في الطريق إليك، اللهم سر بأعمالنا قلب نبينا وأسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وسر بأعمالنا قلب نبينا وأسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا. نسألك الستر والإخلاص، آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.